بعد أن وجه بعدم سفر 8 من أبرز قيادات التيار خارج العراق خلال الشهر الفضيل، إلى أي مدى فتح هذا التحرك الأخير لزعيم التيار الصدري الباب أمام توقعات جديدة بإمكانية عودته للساحة السياسية؟ هل برأيك دكتور مناف بهذه الطريقة السيد الصدر يستبق الآخرين بخطوة؟ نعم، أتفق معك في مسألة أن السيد الصدر دائما ما يسبق الآخرين بخطوة. ربما أنا تحدثت فيها في أكثر من مرة، قلت أن السيد الصدر دائما ما يسبق الآخرين بخطوة، يعني الدليل أن كل الذين كانوا ينتقدون في السابق عملية انسحاب نواب التيار الصدري أو عملية انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، اليوم بدأوا يعلمون، خصوصا بعد محاولة تحالف إدارة الدولة أو الإطار التنسيقي بعملية التغول والذهاب لبناء الدولة العميقة واستخدام المحاصصة المقيتة بشكل واضح. بالنتيجة يعني نعم أتفق معك أن السيد الصدر يسبق الآخرين بخطوة، لكن يعني بالنتيجة لا يمكن أن نعد أيضا هذه هي توجيها رسميا أو عودة رسمية من قبل السيد الصدر، بقدر ما أن السيد الصدر دائما ما يهتم بالشأن الداخلي، يهتم بالقضايا التي تؤثر في المواطن أو يهتم بالمصلحة الوطنية، وبالتالي قد تكون هذه الرسالة هي عملية تحضر، لأنه ربما قراءة السيد الصدر تختلف، أو ربما يعني الوضع اليوم ربما يختلف بعض الشيء، خصوصا مع إصرار القواعد مع إصرار الكتل السياسية للتصويت على قانون مرفوض شعبياً.